اقتصاد منهار بشكل أساسي، وحروب وأمراض، ومجاعة مع زيادة أعداد اللاجئين الذين غادروا البلاد منذ اندلاع الحرب. الأسابيع الأخيرة شهدت تصعيداً إضافياً للصراع، وتركزت بشكل أساسي في محافظات الجوف ومأرب وتعز والحديدة، حيث تعتبر الحديدة مصدر قلق بالغ بالنسبة للأمم المتحدة، وذلك لأن الوضع فيها يهدد بتقويض اتفاق ستوكهولم. الأمم المتحدة أعلنت عبر مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن مقتل 215 مدنياً في اليمن خلال 3 أشهر الماضية، وأوضحت أن مزيداً من القتلى سقطوا جراء تأثيرات الحرب المستمرة. فيما أشار تقرير موقع النزاع المسلح ومشروع بيانات الأحداث إلى أن الصراع خلف واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال إن الوضع في اليمن انتقل من صراع محلي إلى صراع إقليمي بمرور الوقت، مشيراً إلى أن الحرب دمرت حياة ملايين اليمنيين. الحرب أودت بحياة أكثر من 112,000، بينهم 12,000 مدني وفق تقديرات الأمم المتحدة، وخلفت أكثر من 3,600,000 نازح، وسط دعوات أممية لوقف إطلاق النار بين أطراف النزاع.